السلام عليكم. اليوم عندنا عظم جديد هو الفرونتال بون. فرونتال بون هو السنجل بون. يكون الفرونتال بون الانتيرير وول اوف ذا كرينيوم او الانتيرير وول اوف السكال اوف ذا سكال، وايضا ينطيني ال most of the anterior cranial fossa. يكون لي most of the anterior cranial fossa. هذا اللون الأزرق هو الفرونتال بون. يكون لي anterior wall of cranium، وأيضا يكون لي most of the anterior cranial fossa. يتكون الفرونتال بون من جزئين. جزء يكون عندي vertical، هذا نفس البرتقالي أو نفس المنطقة هاي الخضراء vertical، وجزء آخر راح يكون عندي horizontal. هذا هو horizontal، هذا anterior view وهذا inferior view. يعني دا نشوف البون من داخل الأوربت. هذه هي الأوربيتال كافيتي، وهذه المنطقة الصغيرة دا شوفوها داخل الأوربيتال كافيتي. هذه هي horizontal part of frontal bone، وهذا vertical part of frontal bone. فالvertical part of frontal bone اللي هي نفس المنطقة هي تكون لي anterior wall of the skull، والhorizontal راح يكون لي roof of orbital cavity. يعني الvertical راح ينطيني ما يسمى بالforehead الجبهة، ويكون لي anterior part of the cranium، والهوريزونتال هذه داخل الاوربيتال كافيتي راح تنطيني الروف اوف اوربيتال كافيتي، وجزء ايضا من تنطيني جزء من اللاترال وول اوف اوربيتال كافيتي. هذا الازرق هو الفرونتال بون اند ارتكوليشن وذ ماني بونز. نذكر هذه البونز اللي يسويها articulation. هي عندنا يسوي لي articulation ويا nasal bone، وarticulation ويا المجزلة، هذا هو المجزلة، articulation ويا lacrimal bone، وarticulation مع الethmoid bone، وarticulate أيضا مع السبينويد bone، وعنده articulation أيضا مع الزيجوماتيك bone، وأيضا عنده articulation إلى الخلف، يعني نهاية من الأعلى راح ينطيني articulation. ما واضحة بهذه الصورة، صور أخرى راح تبدو واضحة. articulation مع البارايتال بون اللي ذكرناه بالمحاضرة السابقة عن طريق الكورونال سوتشر. من اللاندماركس الموجودة بالفرونتال بون نلاحظ اكو هذه المنطقة، ولو هنا بصورة ما موضحة هي جدا، هي هذه المنطقة كلها، هذه المنطقة اللي يقعد عليها الحاجب تكون عندي على شكل ريج، فنسميه سوبرا اوربيتال ريج. سوبرا اوربيتال ريج تكون عندي هذا الريج يكون عندي بالميل اوضح من الفيميل. الحافة مالت الريج راح اسميها سوبرا اوربيتال مارجن، سوبرا اوربيتال مارجن. اذا عندي المنطقه كلها اللي يقعد عليها الحاجب تكون عندي مرتفعه، مسويت لي مرتفع اسميه سوبرا اوربيتال ريدج، والحافه سوبرا اوربيتال مارجن. عاده بالحافه راح نشوف مثل هذا الستركتشر اللي هو يا اما يكون دائره كامله، بحيث اني اسميه لما يكون عندي دائره كامله اسميه سوبرا اوربيتال فورامن، او مثل هذا راح يكون عندنا دائره غير مكتمله فاسميها نوتش، سوبرا اوربيتال نوتش. اذا راح شي يكون عندي هنا يا اما فورامن يا اما نوتش. فورامن يعني دائره كامله، فتحه كامله، او راح تكون عندي فتحه غير متكامله فاسميها نوتش. اسمها شنو راح يكون عندنا على نفس الاسم المنطقه، اسميها سوبرا اوربيتال فورامن، او يعني يكون اذا كان عندي على شكل نوتش فسوبرا اوربيتال نوتش. أذر ستراكشر موجود هنا راح يكون عندي هذا الاستطالة العظمية اللي يسمينها بروسيس، بما أنه هذا البروسيس متجه باتجاه الزيجوماتيك بون ومسوي لي articulation مع الزيجوماتيك بون، راح أسميه البروسيس
zygomatic process of a frontal bone. متحد ويا من؟ متحد مع ال frontal process of zygomatic bone. Frontal process of zygomatic bone. ناخذ صورة أخرى حتى تكون أوضح. هذه الصورة لاحظ هذه هنا هذا الموديل هنا عندي فورامين وبهذه المنطقة عندي نوتش وعلى الجانبين راح يكون عندي بروسيس قلنا نسميه زيجوماتيك بروسيس باعتباره متجه باتجاه الزيجوماتيك بون ومسوي لي ارتكوليشن مع الزيجوماتيك بون. منطقة اتصال النيزل بون مع الفرونتال بون هذه النقطة تحديدا نسميها نيزيون. المنطقة هذه اسميها نيزيون. لا تلاحظ هنا اكو مثل يعني خط لو نلاحظ هنا خط اسود اسميه الجلابيلا. هذه الجلابيلا هي شنو؟ هي بالمراحل الجنينية الاولى راح من يتكون يبدي يتكون الفرونتال بون بالحقيقة راح يكون عندي تو بونز. بعدها راح يلتحمون التو بونز ويتحول الى بون واحد فالرمننت البقايا مالته هذه المنطقة مثل الخط ده شوفوه هنا اسميه الجلابيلا. هذه المنطقة اللي قبل شوية سميناها process zygomatic process of a frontal bone هذه الصفحة لو تلاحظون اكو بروز خطي اسميه كريست frontal crest يعني المنطقة هذه كلها ككل أسميها zygomatic process of frontal bone لكن هذه المنطقة الخطية اللي منقطة هسه عليها يعني خطوط السود اللي منقطة عليها أسميها frontal crest اللي هي راح تكون عندي بداية temporal line اللي قلنا راح يمشي على عدة عظام temporal line من أتى frontal bone والparietal bone بعدين يرجع يمشي على temporal بون واللي قلنا هو ينطي attachment إلى temporalis muscle. Other landmark موجود بالfrontal bone هو الfrontal sinus. Frontal sinus هذه المنطقة لو تشوفون هنا أنا مثلا ما أقدر أشوفها من برا هي بالحقيقة الfrontal sinus صاير داخل العظم فراغ موجود داخل العظم أسميه frontal sinus من الأمام بيكون بهذا الشكل ومن الجانب راح يكون عندي بهذا الشكل. هذا الفرونتال sinus احنا ماخذيه بالrespiratory system قلنا اكو عندي ما يسمى بالparanasal sinuses اللي هي تجاويف موجودة في العظام التي تحيط بالنيزل كافيتي. هذا هو النيزل كافيتي وهذا هو الفرونتال sinus اللي موجود داخل عظم الفرونتال بون والإثمويد sinuses اللي هي موجودة داخل الإثمويد بون وعندي أيضا الماكزيلاري sinus اللي موجود داخل الماكزيلا وعندي أيضا السبينويد sinus اللي موجود في عظم السبينويد. كلها هذه sinuses هي تفتح داخل النيزل كافيتي. أخيرا راح يكون عندي landmark ما أقدر أشوفها من الاكسترنال أقدر أشوفها من الانترنال aspect هذا هو الميديان frontal crest median frontal crest صاير بال midline وهذا الكريست ينطيني attachment إلى المننجز أغشية السحاية داخل هنا راح يكون عندي أغشية السحاية اللي تحيط بالبرين هو ينطيني attachment إلى المننجز. هذا تقريبا كل ما موجود بالفرونتال.